لما قدرت في التوجيه ما قدرتش اني اكمل الامتحانات بسبب الصحة والامور اللي تعرضت لها، فهذا الشيء شكل عندي يعني بدي اوجد بديل اليه اثبت نفسي في المجتمع بعيدا عن كون ان بجد اكمل دراستي. فاتجهت نحو موهبتي، طورت اكثر باستخدام الانترنت واليوتيوب وكتب PDF وبعض الملاحظات من العائلة، فبدأت أن أطور من نفسي فيها وأهتم فيها أكثر، أحاول أني أثبت نفسي فيها بعيدا عن مجال الدراسة. لا بعد الجبل بابا الطموح طبعا بتحددش، كل ما حققنا شغلة طموحنا بيزيد بأكبر. الفكرة انه كان اكبر طموح لي اني اعمل معرض شخصي، واحد في قطاع غزة، عملت اثنين وشاركت في عدة معارض كثيرة. حاليا طموح اني امثل فلسطين وفي الدولة العراقة بالفن الانيميشن بمعارض دولية خارجية، وإني أسافر برا غزة أفاجئ العالم موهبتي وإبداع الفلسطينيين رغم الحصار ورغم الاحتلال. لا خلص، يعني طفيت عليه.